شفت الزوار يمشون إلى كربلاء الحسين. يعجبني أذكر قصة جابر، شنو رأيكم وزين العابدين لأن ليالي جايتنا الإمام الحسن بعد، فما أدري أشوف مناسب خصوصا وإحنا نشوف الزوار الآن يتوجهون إلى سيد شباب أهل الجنة. طريق نجف كربلاء بدأوا الآن، أما طريق البصرة قبل أيام بدأوا، لعله أسابيع بدأوا، الله يجزيهم خير. ومحافظاتنا الجنوبية الكريمة الطيبة. المهم هذا ملف مؤلم، ملف رجوع العائلة بيوم الأربعين ملف مؤلم. جابر يجي يزور الحسين يوم الأربعين وقال للعطية، قال له أنا أريد أغتسل بماء الفرات إلى آخره، اغتسل كمل. قال للعطية، قال له ألمسني قبر الحسين. عطية قال له القبور كثيرة العوفي، أنا ما أعرف قبر الحسين وين. قال له مر بي على القبور قبرا قبرا وأنا أعرف قبر حبيبي. تدمر علي مر بي على القبور أنا أعرف قبر الحسين شلون أميز. يقول مريت بي على القبور، وصل إلى قبر من القبور شم تربته مرة أولى مرة ثانية، قال لي عطية هذا قبر حبيبي، هذا قبر الحسين. يقول ثم نادى ثلاثا، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، لم لا حبيب يجيب حبيب، وعنا لك بالجواب. المهم هاي بالنسبة لجابر. وعن السيدة زينب الإمام السجاد وقفوا على مفترق طريقين، هذا النعمان قال لهم احنا على مفترق طريقين وانا تحت أمركم، طريق مدينة وطريق العراق كربلاء، وين تردون؟ زين العابدين قال له أشوف عمتي زينب، أنت الآمر الناهي أنت الإمام، قال له نشوف عمتنا. إجا العمت زينب سلم عليها، عمة رحنا على مفترق طريقين وين تردين؟ قالت لعم الأمر أمرك، قالها أنا يعجبني أشوف أنتش تردين. قالت لوين ولوين؟ قالها طريق المدينة تجدش قالت على ساكنها السلام، وقالها الطريق الثاني العراق كربلاء، كربلاء روح الكربلاء. قلت لعم قل الدليل الكربلاء يمين، يا بقل الدليل الكربلاء يمين، انا اريد اشوف شلون دفنت هالمجاتي. الحادوشه بدرب البيطري جيئا واحد للمدينه ودرب لحسين جزين العباد وسالت العين وقال لها يا عم المن تريدين، يا عم المن يسير الضع عن عمه، قالت على هواي اللي أشمه. شلون حكي هذا؟ يا بلي أشم عرف مقصودها حسين أبو اليم، أريد أقضي بواجي العمر يمه، وحين اللي وصلوا لي هضع عن مال. هذا البيت ارجع له جابر. وبينما هو عند قبر الحسين، عطية قال له جابر كن نختفي نضم رواحنا. ليش؟ قال له اشوف سوادة ممكن لو اخشى ان تكون عينا ليزيد او لزياد. قال له عطية قلبي يقول اهل البيت ما يفوتون زيارة الاربعين، قلبي هيك يقول. روح اكشف الخبر. راح وسرعان ما رجع وهو يقول يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله مع النسوان والأطفال وإلى آخره. قال له قودني أنا، هاي قودني تدري شنو أفهمها؟ أفهمها جابر صار أبو موكب، قام يصيح حلب زوار الحسين. يعني قال ما يصير زين العابدين وزينب يجون ما حد يستقبلهم، شلون يصير؟ فيظهر صار شلون أبو موكب أهل مواكبنا ذول الكرام الله يعزهم، قال خل استقبل السجاد وزينب واقول انا بزوار الاربعين. زين العابدين يشوف واحد يستقبل يوم مسلم، شاف جابر نزل احتضن جابر يقول من هذا؟ علي هذا؟ قال له نعم. قال له اين حبيب الحسين؟ يقول لحن يا جابر وانحب وياي
وانا بهالمعارف قدت ولياي هنا قتلوا رجالنا ذبحوا اطفالنا هنا نسبت نسواننا يا جابر زينب قامت تنتظر تدري هي قريبه من الحسين زينب جايه تريد تزور الحسين مشتاقه لاخوها الدفن ما شافته شلون اندفن ولا شايفه قبره زين العابدين طول عليها صار نيته يغرى تعزين جابر قلبه متروس الم يريد يسولف جابر يبكي على الحسين طول على زينب زين العابدين يسولف سمع صوت بجد زينب وصاحت يا ولينا يا ما يا ولينا يا ولينا يا عم قبر اخوي حسين وانا يقل القبر ذاك وجرت عينا تعنت لو قلبها اشتعل وضرا حين اللي وصلوا هذا البيت قلت لك ارجعنا وليها الضعن مال غدا يطايحا من فوق الجمال خوات حسين ويصيحا يا جمال نوخ النوق راح تموت الاطفال شلون نسلم قاعدا شيخ هذا الكربلائي شلون يقرا هالابيات يقول قاعدا يما ابو اليمه ينحبن يا بين حبان سكنة عد ذلن وغل بجن الرباب تصيح ضل حال الأطمان وانت بجي يا سكنة لا تفتري تفرق عن النسوان كل واحدة يم عزيزها كل واحدة يم ابنها أخوها إلى آخره زينب يم الحسين برا شويه زينب قام تنظر يمينا وشمالا زين العابدين قالها عمه ابن 13 محرم اليوم قبر الحسين قبر الحسين اخويا شلون تفنت كذا تفنت اخويا ما عنده راس الى اخره الدرب كله السنين عن الحسين وفاض اخوك الحسين شو تباوعين يمنى يسرى قالت لعم علينا قبر كفيل قالها كفيلك على العلقمي طيني ايدك خروح قال لها لا مو بس انا وياك صاحت يا الحرم قوما نمشينا ماكو وحده تبقى يم قبر عزيزها العباس هذا يا من صاحت صاحت يا الحرم قوما نمشينا لحد اللي تكفلنا من اهلنا نريد يقوم ويردنا الوطن ومثل ما جاب نبينا يتوزر تقول لي جيتك للنغر ما قاطع الياس بل جلبيك ألقى من الرجل فاس وانخاك وتشد حيلك يا عباس يا من غاك وتشد حيلك يا عباس ومثل ما جيت ارجع رافع الراس يا برافع الراس ولا تقبل يا اخويا تشوف للناس الله الله يا با ولا تقبل يا خويا يا خويا يا خويا تشوفني الناس يا نازلين بكربلاء هل عندكم الأطوار التراثية الحلوة هاي نقراها أنا ويا يا نازلين بكربلاء خبرون بقتلنا وما أعلم ما حال جثة ميتين في
ليت ثلاثا لا يزار مقام. عجل فرج إمام زماننا يا الله، اجعلنا من